فالعهد القديم كان بيوفر حماية وكان بيوفر قوانين، ولكن الكل يتطلع إلى مجيء المسيح، إلى مجيء الرب يسوع المسيح اللي تمت فيه هذه الأقوال اللي اقتبسها عن نفسه قائلا: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. وبستمر بيختتم ويقول: لأكرز بسنة الرب المقبولة. يرسل المنسحقين إلى الحرية، يقطع القيود ويفك من أصفاد ومن أغلال وقيود العبودية. جاء المسيح ليحرر من تأثيرات ومن نتائج الخطية اللي بتسود على حياة الناس.